طبعا الاخبار مو بس بتذيع على فارس، بتذيع كمان سلام المناصير اللي ما عم يخلوا يذيع اخبار، ما بعرف ليش. في خبر عاجل هز الارجنتين وكل من يتعاطف مع منتخبها وفي مقدمتهم المتكلم، النجم ميسي يغيب عن تدريبات التانجو لاصابته بنزله برد. الاتحاد الارجنتيني سارع لتهدئه الاوضاع بتاكيده ان ميسي سيكون قادرا على اللعب اساسيا امام المانيا وهو مستعد لكسر شوكه الحاقدين والمنتقدين. لم يترك تصريح اللاعب الالماني شفاينشتايجر ان يمر مرور الكرام. دييغو أرماندو مارادونا أكد أن صانع ألعاب الماكينات مصاب بالتوتر قبل مواجهة منتخبه السبت المقبل ضمن دور الثمانية. شفاينشتايجر حذر من الاستفزازات الأرجنتينية، فرد المدرب مارادونا بأنه لا يملك وقتا للتفكير في هذا اللاعب، واكتفى بالقول سنهزم الألمان في منتصف ملعبهم وكل لبيب بالإشارة يفهم. ليس غريبا على الجميع بيلي لا يتمنى الخير لمارادونا، ولمن يشك في هذا الأمر اليوم جاء التأكيد. الأسطورة البرازيلية تمنى فوز ألمانيا على الأرجنتين في مواجهة دور الثمانية، ووصف المانشافت بأنهم الأفضل والأجدر في التأهل إلى الدور ما قبل النهائي، لكنه يستبعد كتيبة لوف من الفوز باللقب العالمي، وهذا دليل قاطع على عدم حبه للأرجنتين ومدربيها. إسبانيا ستنال اللقب الأول في تاريخها لأنها تملك المقومات والعناصر. النجم الهولندي السابق يوهان كرويف رشح البلد الذي يقيم فيه حاليا للفوز بنسخة كأس العالم الحالية، وقال أنه ليس مستعدا لدفع ثمن تذكرة لمشاهدة البرازيل الحالية لأن سحر السامبا كما يقول غائب في هذا المونديال. كلام قد لا يعجب زميلي مصطفى الآغا وعلا الفارس، ولكنه الواقع. سلام المناصير، أصداء العالم. طبعا سلام غمز هالغمزة لأنه هو من مشجعي الأرجنتين، لكن الأرجنتين ستنتهي مع ألمانيا بالزبط. يوم السبت وستودع هذا المونديال، ما هيك؟ ما هيك. بعدين رشا من جد عم تقول لك اللي قاعد بيقول لك انه اللي بيشجع البرازيل ما يفهم كره يروح يلعب بعيد، هو وكرويف تبعه يلعب بالحاره. ايوه هو وكرويف تبعه وسلام المناصير تبعه. ايوه عبد الله طالع الاسمر عم يقول لك الكاس المانيه وروضه ضد البرازيل ومع هولندا جكره فيكي كمان. وغزل تحييك وتحييها. الله يخليك. ميسي يغيب؟ لا لا بالعكس تماما، نزله برديه وهذا شيء نعم. يطمئن طبعا محبيه. ما عاد في نجوم بالدوره، فالمفروض ميسي يكون شفاينشتايجر هو مارادونا كلهم عم بيعلقوا مع مارادونا. نعم الحرب النفسيه حتى بالنسبه لكرويف عندما يرشح البرازيل جكره مشان هولندا، لانه يعني هو هولندي ويريد ان يعني نوع من عامل نفسي مش اكثر ولا اقل. ولكن سؤال، اذا ما اسبانيا لعبت ضد هولندا من يشجع؟ اكيد حيقول لك لا والله هلا مزبوط، لانه هو نعم. يعيش في اسبانيا واصله هولندا. علا لسه صغير، قد ايش عمرك علا هلا انت؟ صرت 24. 24 اشتغلتي عنا 22 21؟ لا انا بلشت 16 مع العربيه، ما لا 16 سنه. طيب يعني من علو لسه 24 ماشي، بس بيلي صار قد ايش اكبر منها؟ يمكن ب 40 سنه ما كان يسكت، هو كل يوم بيعلق هو مارادونا، شو كل يوم بيحكي له قصه بيلي، الحل عنه بقى. قلنا نحن من قبل انه بالفعل عداوه كار، ولكن الى بيكن باور وبيلي وبلاتيني ومارادونا. لا لا بس كثير بالنسبه الى زادت عن تحديدا زادت عن حدا بدرجه كبيره. مشترك حدا يا زلمه، انه يقول لك انه سلوكه كلاعب خارج الملعب قد يؤثر سلبا على المنتخب، مش وقتها هيك مثل هيك تصريحات معي. وكانه يذكره انه كان في يوم من الايام و و و و انت شو بتقولي له لبيلي؟ انا ما بدي اقول له سلام المناصير لما حكى انه اللاعب الممتع بالبرازيل. احنا معك سلام، لسه جاي سحرة المستديره لسه ما طلعوا كروتهم كلها، والقادم يا سلام ما شاء الله افضل ما شاء الله. وين مخبيه كل المواهب انت؟ انا لا والله الجمهور بيعرف مواهبي. مصيتني قبل ما تفوت أمانة. شو مصيتني علا؟ شو مصيتني؟ ما قلت لك شيء، انا قلت لك علا. انا حكيت معك شيء علا. شو حتقول لك؟ رقص الصامبا سحرة المستديرة. سحرة المستديرة. طيب راح نروح لفاصل، بعد الفاصل اهداف لم تدخل واهداف احتسبت واهداف دخلت ولم تحتسب. والاطفال هم الاحلى والاجمل في هذا العالم، واصداء العالم يرصدوا حركاتهم في كأس العالم. أنتم مع أصداء العالم، هذا البرنامج
يا جماعة الخير والله نحن حابين عندنا 30 سيارة شيفروليه كروز، عطينا منهم 18 بدري 19، واليوم سيارة بعتقد رقم 20، يعني ما احنا بنحب نعدهم مشان ما تروح بركتهم. فيكم بس تشيلوا السيارة وتاخدوها بس إذا بعتوا اسم المنتخب اللي بتشجعوه، لا أكثر ولا أقل. أرجونا السيارة يا شباب، هذه جمال، ها هذه السيارة كلها، شوفوا ما أحلاها. لا تقول لي ام بي سي في أسبوع ولا تقول لي ام بي سي في نهار، أنا ما عندنا عنكم تنتين، عندنا 30 وحدة هذه، وبتمشي لحالها بدون سائق، تمشي تبعكم لحالها بدون سائق ما بتمشي. هذه لكم بس بعتوا الناس من المنتخب اللي بتشجعوه. ومثل ما في هاي السيارة هي الأحلى والأجمل والأمتع، كمان هناك الأحلى والأمتع في كأس العالم، هناك أيضا في الأطرف والأسوأ. مديون رضوان نكش عن أسوأ اللحظات في كأس العالم، طلعنا بهالتقرير. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a spotoro, people are raising their expectations. Don't wanna be in this. This is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. جد احيانا في شغلات ما بتفهمها محمد، صح ولا لا؟ يعني الحارس لو مد ايده او لو عمل هيك غريب. حتى اللاعب النيجيري من اعتقد مارتينز او يوكوبو ما عدت مذكر، يعني بسبب هذه اللعبه الرئيس النيجيري قرر تجميد نشاط المنتخب سنتين. الثاني لا يطخه ولا يكسر مخه الرئيس شوي شوي. بس عم بقول انه مثل هذه يعني الهفوات ممكن ان يكون. حيأرجينا يا جمال اللقطات، انت شو الأسوأ لحظه شفتيها في المونديال لعلا؟ هلا انا عم بشوف هلا الجول، يعني كانت المفروض تدخل طلعت برا الكره تبع نيجيريا. يعني لو نوى يطلعها برا مش رح تطلع. عن جد مش معقول، يعني سوء حظه كان بال. شو اسوأ لحظه بحياتك كانت العمليه المهنيه؟ نعم غير ظهورك. الحمد لله هي اول مره واخر مره. لا الحمد لله ما في شيء يعني سيء بحياتي. كيف انت وعلي الغفالي في ام بي سي في اسبوع؟ تمام ما شاء الله علينا زملاء واخوان. ما تتناوشوا ما هو دائما لازم يكون في خلافات. أيه. تخدم العمل يعني بشكل عام. يعني عم بقول في مناوشات ولا ما في مناوشات؟ لا اكيد هي نشا صحيه اكيد يعني. بس لمصلحه البرنامج ومصلحتنا اكيد، لكن ما في اي زعل ولا بالعكس ما شاء الله علينا بالعكس يعني شو مالنا. هو بالسعوديه رايح يرجع. نوشوا لكم شوي يلا. نوشوا لكم شوي. لا على ضيفي عزيز. لا مثل بهارات المناوشات هذه مش طبعا لازم. هو بيحترمني وبيعزني يعني فما بعرف هذا الشيء. طيب الاطفال هم الاحلى والاجمل في هذه الحياه، والله يطعم المشتهي اولاد يزينوا حياته. منهم علا الفارس اللي لسه عازبه، كثير اجتنا رسائل عازبه وعازفه ولا عن الزواج؟ لسه عازفه لكنني عازبه. طيب لم يطرق ال ما في لهلا ما في عريس ما هيك؟ يعني نحن جاي نحكي بالرياضة يعني مش ما في عريس يعني لسه؟ لا لا طيب إن شاء الله خير إن شاء الله من قريب وبنحضر كلياتنا، لأنه إحنا بتعرفي أم بي سي كأسرة واحدة. أنا بتذكر حضرنا أكثر من 20-30 عرس لزملاء، الآن ما شاء الله منهم ناس حيصيروا. عفكرة عرس رانيا أبي نادر بعد بكرة والله؟ صحيح في لبنان صح؟ في لبنان ما عزمتنا. عزمت الكل حرام عليك، بتلاقيك انت ابصر وين كنت. طيب مفادنا لكاس العالم لما عمار علي وبشير كامل تابعوا اطفال كاس العالم في فقره هي الاحلى برعايه الاطعم والالز كوكا كولا.
أنتم فلذات أكبادنا وأنتم الزهور التي نحيا من أجل رعايتها، لكن المونديال معكم طعمه سكر من دون حلاوة تذكر. قررنا بأن نرصد كأس العالم من خلال أعين الأطفال، فوجدنا أسرارا لا حصر لها أبدا. فكمية الطعام التي يلتهمونها أكبر من المعتاد، أو هي شحنة الغضب التي يخلفها انشغال الآباء عنهم بمتابعة المباريات. You hungry? Hungry? What do you need to eat? Yeah, what do you want to eat? Tell me what you want to eat. Huh? My mom is going to buy food. Okay, say to camera, I am hungry, I want to eat. أما بعد انتهاء الطعام فإنهم أذكياء جدا لكي يجذبوا الانتباه نحوهم. إدوارد لم يتعدى الثالثة بعد، لكن دهاءه شيب والده حتى استغاث منه. أولا قرر الصغير بأن يغير وجهة نظر الوالد من المباراة إليه تحديدا، فهرب راكضا والضحية تركض وراءه طبعا. وإذا ذكرت طلباته فقائمة طويلة، كان آخرها مشروبا غازيا، كلما سكب له القليل منه رماه أرضا. والحل يأتي أخيرا بأن يتولى الأب المهمة بنفسه، وبالجهة الأخرى فإن البنات ليس من حرج عليهن مطلقا، تارة هنا والأخرى هناك، والأم هذه المرة هي من تراقب كل خطوة يخطونها. ولعل مما يدور هو وقت استراحة اللاعبين بين الشوطين، وهي فترة الهدوء عندهن. والحبل لم ينتهي بعد، حيث شهدنا الأطفال بكل ركن جاهزون لكي يقدموا المتعة التي يروها منطقية بنظرهم وليس بنظر الآباء أو من يقفون على رعايتهم حتى. فكل شيء يروه صائبا يقومون به، مكان نومهم يختاروه هم وليس نحن طبعا، وخوفهم من الأشياء هم من يحددوه وليس من أحد سواهم، مهما حاولت أن تدفعهم لكي يفعلوا المقابل. إذن هم الحلاوة بعينها بمنع عن متابعة المونديال. أما أجمل لقطة فكان اختلاط اللون بينهم، وليس العرق من يحدد مع من تلعب أو لا تلعب، فالطفولة هي الطفولة وليس لها دخل بكل ما يدور حولها. من مدينة بريتوريا، بعثة أصداء العالم.